أيضا من أسئلة السائلة من المدينة النبوية تسأل عن قول الإنسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والله أكبر، كثر عدد أوراق الشجر وعدد منازل المطر أو عدد البشر، هل تكفي عن قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وجزاكم الله خيرا؟ لا تكفي هذه عن الذكر الوارد بهذه الألفاظ، الله أكبر سبحان الله 33، الله أكبر 33 والحمد لله 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه فيؤتى به، وإذا زاد المسلم على ذلك من الأدعية النافعة فلا حرج في ذلك. نعم.